اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سلام وسلام عليك يا رسول الله. ربنا اعطينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربي اجعلني مقيم الصلاه من ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لوالدي يوم يقوم الحساب. اللهم انت السلام انت عليك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم انا نسالك ايمانا مقيما وعلما نافعا وقلبا منورا. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم نسالك بزياده الموضه تلقى النبي فذلك المولى محمد مصطفى بڑا برکتوں کا ہے پیغام مومنوں کے لیے.